بعدين لما شفت الولد بدأ يتعب عليه، يعني بدأ زي الزكام، انفلونزا زكام، يعني عفن. قال عنده التهابات قوية في الصدر. فقلت له خلاص أنا ممكن أمدده في المستشفى، ما عندي أي مشكلة، أدخله في عناية مركزة. رفض الطبيب والمستشفى الرياضة رفضت، قالت إحنا لا نقبل أي حالة من هذه الحالات، إحنا عندنا ممكن نواجه مرض كورونا. استدعيني، تعالي الدكتورة تعالي اخرجي ضروري. فخرجت ايش في؟ ابوي بيموت دخله. قلت له ما عنديش اسره. ابي بيموت يا دكتورة. قلت له مش بيدي حاجة. كيف اعمل؟ اقول لك ما فيش، يعني حتى لو دخلتها فين اودي ابوه؟ كان مني ليني ادخله واركب له الاكسجين العادي. مليان ملعب، مليان يعني غير طبيعي. انا رغم ان انا غبار هنا ما يعني اول مره تسوي لي هذه اشوف انا اول مره يعني. انا يقولوا بس مش كذا يعني بحاله بهذه الزره اللي قعدت شهر واحد في بو بيجي خمسه، كان في بو 1500 ميت. صار بدل ما كان كل المرضى يخرجوا على في جنازة أو في كيس بلاستيكي أبيض، صاروا لا يخرجوا يمشوا. فيعني إنه كان مثل ما الفرق ما بين النار تنتقل إلى الجنة بعدين. لما تسمع إنه في جائحة ثانية نخاف كثير، والمواطن اللي هنا يخاف كثير لأنه في ضعف. أو إنسان عزيز عليك توديه المستشفى وتعالجه ومات، ما يكونش ألمك زي الألم هذا، يكون ألمك خفيف. لكن الألم الكبير لما تخرج على إنسان عزيز عليك من المستشفى